بفضل الله ثم برؤية مؤسسيها حققت جامعة الفيصل قفزات متوالية في العشر سنوات الماضية. توسعت فيها البرامج التي تقدمها الجامعة، زادت عدد الكليات فيها إلى 5 كليات، حصلت على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم، احتلت مراكز متقدمة في تصنيفات عالمية حيث أتت في المركز الثاني على مستوى المملكة وفي المركز الخامس على مستوى العالم العربي، كما احتلت المرتبة 68 من بين أكثر من 2000 جامعة على مستوى قارة آسيا في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن. وصلت إليها الجامعة اليوم يحقق الكثير من الأماني التي كانت مطروحة على عاتق هذه الجامعة، وقد أصبحت في فترة وجيزة من أهم ومن أكثر الجامعات السعودية تقدماً ورقياً في مجال التعليم العلمي في المملكة العربية السعودية. جامعة الفيصل مشروع رائد من عدة نواحي. عند إنشائه طبعاً كانت الفكرة قدمت من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لمجلس أمناء مؤسس الملك فيصل الخيرية إنشاء جامعة باسم الفيصل لتتولى الأمور العلمية والتقنية التي يحتاج لها المجتمع. الملك فيصل هو العلم والعقيدة والعمل، هو أول ملك عايشته ورأيت فيه أباً معلماً وقائداً وزعيماً للأمة. رؤيتي بأن هذه الجامعة تبشر بمستقبل مضيء، وستثمر إن شاء الله عن مواهب وطاقات متجددة، حيث أنها تصدر أكبر عدد من البحوث التي تسهم في إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، والتي تحقق رؤية المملكة في المجالات المتعددة. بالعلم والعمل والإيمان ترقى الأمم، تبنت الجامعة هذه الكلمات كشعار وأيضا تبنتها كسلوك، وأرى اليوم أن الطلاب حرصوا على العلم والعمل وتسلحوا بالإيمان، والحمد لله نخرج سنويا طلاب لخدمة هذا المجتمع على أرقى المستويات العالمية. الفيصل educates all types of people, all types of students, irrespective of your background. Have fun, work hard, don't be afraid to fail. Al-Faisal's strategy in attracting students of potential and fostering them with sincere, outcome-based quality education unlocks opportunities that are in line with Vision 2030. Al-Faisal is already a modern university. When foreign universities, companies, and dignitaries arrive in Saudi Arabia, they already see today that we are very much an institution at a global level. I see that 10 years down the line, we will have a global footprint in addition to our regional success already. شد انتباهي في يوم الأول في جامعة الفيصل عبارة لا يأتي العلم براحة الجسد، وهي صيغة أخرى لما أنشد إليه رحمه الله الملك فيصل عندما ربط 3: العمل والعلم والعقيدة. ففي جامعة الفيصل أتيحت لي الفرصة أن أبدع وأتطور، فلكل فكرة حصلت على التمكين الذي وفقني بعد الله أن أنجز العديد من الطموحات في شتى المجالات. وهنا أقول نعم، نحن شباب هذه الجامعة ونحن جاهزين للمساهمة في بناء وطننا. تجربتي الجامعية كانت تجربة حلوة على قد الصعوبات اللي واجهتني. جامعة الفيصل قدرت توفر لنا بيئة تعليمية بجودة عالية، واللي هيئنا أننا نكون مستعدين للمستقبل، وبإذن الله راح نحدث تغيير في المستقبل للأبحاث العلمية. تجربتنا الحقيقة في هذا الكيان العظيم كانت حافلة بالعطاء وحافلة بالكثير مما يحقق حلم الملك فيصل رحمه الله ومما يحقق رؤيته. أول فرحة وأكبر فرحة لي اجتني من الجامعة كانت لما عرفت أني انقبلت بمنحة، كان هذا تقدير لتفوقي العلمي بالمدرسة، وعرفت بنفس اللحظة أنه هذا الشيء حيغير حياتي. إضافة لكل مميزات الفيصل، تميزت الفيصل بدعمها لموظفينها بشكل كتير عالي، فهي أتاحت الفرصة لكل موظفينها في جميع الأقسام في جميع الكليات للتقديم على تحضير الدراسات العليا، فبالتالي الفيصل بصدق هي تستثمر موظفينها للمستقبل برفع مستواهم التعليمي وبإضافة ما هو جديد على مهاراتهم وقدراتهم. ما أقدر أحصر إيش جامعة الفيصل قدمت لي في ثواني بسيطة، لكنني ممنونة لكل لحظة عشتها في هذا المكان بين أهلي وقادة المستقبل. تسعى جامعة الفيصل لتحقيق رؤية الملك فيصل يرحمه الله بأن تكون مصدر إشعاع للإنسانية، فهي تضم الآن أكثر من 3000 طالب وطالبة من 40 دولة يدرسون فيها برامج مرحلة البكالوريوس وكذلك الدراسات العليا، ويقومون بدراسات بحثية متقدمة
تخدم الإنسانية وتساهم في تطور وتقدم المملكة. وجود الجامعة في محيط وعلى أرض قصر الملك فيصل، ووجود القصر نفسه كجزء من هذه الجامعة تحتويه الكليات من كل جانب، لا شك أنه سوف يساعد الطلاب والأساتذة والإداريين على تحمل المسؤولية الكبيرة التي وجدت من أجلها هذه الجامعة، وهي أن تكون من أرقى جامعات المملكة العربية السعودية بل والشرق الأوسط. جامعة فتية عمرها لا يزال 10 سنوات، ولكن بإذن الله من خلال الجهد المبذول في تطوير إمكانياتها وتوفير السبل المختلفة لدعمها ستنجح لبلوغ هذه الرؤية للمرحوم الملك فيصل. نحن نسير للأمام ونتمسك بجذورنا وكل ما هو جميل في ثقافتنا، ببساطة إرثنا هو فخرنا. ساهم مجلس أمناء الجامعة بقيادة مؤسسة الملك فيصل الخيرية ودعم وزارة التعليم وخاصة التعليم الأهلي في النجاحات المتواصلة لجامعة الفيصل، وأيضاً بما يتماشى مع رؤية المملكة في 2030. أشجعهم على الاتجاه في الانخراط في المنافسات، لأن هذه ترفع الكفاءة والحرص على التميز، وإن شاء الله نرى أنهم يستمرون في تحقيق المراكز الأولى في كثير من المجالات إن شاء الله. احنا فخورين جدا كأعضاء مجلس أمناء بما حققته الجامعة في خلال فترة القصيرة من عمرها، وفخورين أيضا في مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ولكن طبعا لا زال الطموح أعلى، ونأمل إن شاء الله أنه تتقدم الجامعة إلى أيضا مراكز مرموقة أكثر ومراكز أعلى وانتشار أكبر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بإذن الله. طلاب جامعة الفيصل ربما يعتزون وينتشون ويفتخرون أنهم طلاب جامعة الفيصل. أنا ما أتمناه من الطلاب أن يعطوا الجامعة ويردوا الجميل هذا بأن تعتز بهم الجامعة.